إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ورد في ابن هشام أن روى ابن إسحاق عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم عندما انتهى في حفر الخندق فأخذا بوصية سلمان الفارسي نزلت آيتين في سورة الأحزاب، وهي سورة كاملة تتحدث عن موضوع هذه الغزوة. قسم جيش المسلمين إلى قسمين، أول قسم المؤمنون لما وعدوا رأوا وعد الله سبحانه وتعالى ووعد رسوله ما زادهم إلا إيمانا. قال الله تبارك وتعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ما زادوا إلا إيمانا وتسليما. That's it. هذا هو، لما رأوا الأحزاب 12,000 ازدادوا إيمان، قال خلاص وعد الله وعد رسوله حضر. القسم الثاني المنافقون، لما رأوا الجيش العظيم الكبير ما زادهم إلا نفاقا. قال الله تبارك وتعالى: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. كانوا يقولون: نحن الآن محاصرين، لا يستطيع أحد منا أكرمكم الله يعني يستعمل الحمام يستعمل الغائط إلا وهو حوالين الرجال، لأنه لو راح لوحده قد يقتل من كثرة الجيوش، أكرمكم الله يعني كيف يعدنا مفاتيح كسرى والروم، يعني هيهات هيهات، سبحان الله العظيم. فما زادهم قال إلا غرورا. فالحاصل أن المشركون من الخارج لما وصلوا على الخندق من جهة الشمال اشتاطوا غضبا، غضبوا. من يعرف ليش غضبوا؟ لماذا غضب المشركون لما وصلوا إلى المدينة؟ لماذا؟ Why was the disbelievers so angry when they arrived to Medina? Why were they angry? It's a good try. لماذا؟ Why was the disbelievers angry when they arrived to Medina? They were so angry. I'll make it easy. زعلانين. I'll make it easy on you. طيب. Because they came and they found a trench. But why were they angry? Okay, they found a trench. So what? They don't know what to do. أحسنت. They don't know what to do. أحسنت. لأنه قالوا يعني لا يستطيعوا يدخل المدينة. لا يعرف، مش عارفين إيش يفعلوا في نفسهم. يرجعوا بلادهم، يدخلوا عليهم، يروحوا يمين يروحوا شمال. ما في مدخل. فأخذوا إيش يعملوا؟ يعني هذا مش من طبع العرب. كانوا العرب إذا وصلوا خلاص قتال قتال، إذا هموا على القتال قتال خلاص. فإيش يفعلوا؟ يذهبوا يمين يحاولوا يدخلوا من مدخل ما يلاقوا إلا الأسهم عليهم، يذهبوا الشمال يحاولوا يدخلوا الأسهم تدخل. فما حصل قتال قتال أبدا في المعركة كاملة، ما قتل إلا 10 من المشركين و6 من المسلمين. ومن الذين قتلوا من المسلمين سعد بن معاذ رئيس الأوس رضي الله عنه. سعد بن معاذ عندما مات اهتز له عرش الرحمن. Can you believe that? يعني when سعد بن معاذ died, the throne of Allah سبحانه وتعالى shook because of how of high status that he has. سعد بن معاذ, he was the leader of the tribe of Aus in Medina. When the Prophet, he wasn't a Muslim, but when the Prophet arrived to Medina, he accepted Islam. Yes, and he made, not just him, Mutawwa, but all his people too, because he was the leader, right? Yes. فاللي حصل قال معاذ قال سعد بن معاذ رضي الله عنه لما رمي بسهم من ضرار ابن الخطاب، لما رمي في سهم
كان الذي رماه حبان بن عرفة، حبان بن عرفة، وأصيب في عرق اسمه الأرقع. هذا العرق يعني الوريد هنا في اليد، إذا أصيب فيه الإنسان ينزف 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 لا يتوقف. وعلى أيامهم ما كان في يعني مثل إسعافات أولية وأربطوا وأعملوا، لا ما في، خلاص أصيب في هذا، لا، فهو أصبح ينزف بشدة، فكأنه عرف أن هذا مصيره. فقال، دعا ربه، قال معاذ، سعد بن معاذ رضي الله عنه، قال: اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه إلا هؤلاء قريش وغطفان، وهو أنت تعلم أن هؤلاء من أحب الناس أني أجاهدهم فيك هؤلاء. فقال: اللهم إني أظن، أنا أعتقد، اللهم إني أظن أنك قد وطعت الحرب بيننا وبينهم. وبالفعل خلاص ما فعل، ما عاد في غزوات مع قريش بعد ذلك، لأنه رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتح مكة، انتهى، يعني سمع الله له. قال: اللهم إني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني على قيد الحياة، وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فأمتني. ثم ختم دعاءه. من يعرف إيش ختم دعاءه؟ اللي يعرف يعني MVP. ختم دعاءه، كان في جملة بالأخير، he added one more sentence. He said: ولا تمتني قبل أن تقر عيني ببني قريظة. طيب الآن ننتقل إلى بني قريظة، إيش فعلوا؟ ليش يعني هو يعني غاضب على بني قريظة؟ ليش يدعى عليهم؟ طبعا بني قريظة لما سمعوا هذا الدعاء ظنوا أن سعد بن معاذ يعني يدعو لهم، مبسوط فرحان، وكان حليف قريب لهم. لكن اسمعوا اللي حصل، قال: لا تمتني حتى تقر عيني في بني قريظة. ف ذهب حيي بن الأخطب، حيي بن الأخطب هذا سادة اليهود ورئيسهم، هو الذي جمع جيش عرمرم وجمع الأحزاب على المسلمين. ذهب هذا حيي بن الأخطب إلى داخل المدينة، تسلل حتى دخل على بيت رئيس بني قريظة وكعب كعب بن أشرف، وطرق الباب. فكعب بن أشرف رئيس بني قريظة لما فتح الباب، هو يعرف أن حيي بن أخطب هو الذي جمع الأحزاب، فتح الباب هكذا شوي، فرآه، أول ما رأى هذا كعب بن أشرف طبق الباب. قال: سود الله وجهك، أنت شو اللي جابك علينا؟ شو اللي جاء؟ إحنا مستورين، إحنا محمد وأصحاب، إيش اللي جابك؟ طرق الباب مرة أخرى، فتح، سكر مرة ثالثة ورابعة وخامسة، وهذاك يقول له: وافتح وأجارك الله، وأنا جايك في أخبار، وأنا أقنعك، والله ما إلا يعجبك اللي أكلمك إياه، وهو بقي هكذا حتى فتحوا له الباب. قال: يا أخي إيش اللي سود الله وجهك؟ إيش اللي جابك أنت اليوم؟ أنت إيش اللي جابك؟ قال: إني قد جئتك يا كعب بعز من الدهر، وبشرف لليهود، وبشرف لبني قريظة، وجمعت جيش عرمرم، وجمعت قبائل غطفان وقبائل قريش، وأربعة آلاف وست آلاف، وما وعدوني إلا أن نغزي محمد وأصحابه ومن معه ونستأصلهم استئصاله. إيش رأيك؟ قال: لا. قال: والله ما كل الكلام هذا إلا هو لف، مثل البرق، مثل الغيمة اللي ما فيها لا مطر ولا هر، مثلك مثل فقط البرق والرعد، بدون مطر بدون شيء. فقال له: يعني تعال معنا وأنت هذا لمصلحتك وخلاص يكون لك الحكم. قال: لا. قال: والله ما رأيت من محمد إلا صدقا، وما رأيت من أصحابه إلا صدقا وعلى الميثاق وعلى العهد. فبقي يحدثه ويقنعه. هذا رفيق السوء يا شباب، اسمعوا هذا، إذا كان عندك صديق سوء سيسحبك بلا يعني بدون حتى منازع، لأن الصديق متخفي، أنت ما تعرف أصلا عداوته. العدو تعرف هذا عدو، مثلا إذا إيش اسمك، بارك الله فيك، نبيل، إذا أنا بيني وبين نبيل مشكلة مثلا، حاشا الله، بيني وبينه مشكلة، هو يعرف أن أنا عدو له يعني، فالأمور واضحة خلص، هو يعرف، فهو يكون حذر مني وخلص. لكن إذا كان، إذا ذهب على فلان، أحمد، ذكرني ذكرني، محمد إيش اسمه الأخير، محمد حازم، خارك من طلابي على فكرة، محمد حازم، لو أما محمد حازم صديقه، قال: يعني هذا صديقي ويريد لي الخير ويريد لي الصلاح، وأسمع له في كل شيء،
ومحمد حازم يوديه جهنم. محمد حازم يقول له قل هذا وخلاص يعني تصلح الأمور. فالحاصل أن الصديق يا شباب صديق السوء والله بدون مبالغة يخرب الأمور كامل. تمام. فمثال قال عليه الصلاة والسلام قال المرء على دين خليله. المرء على دين يا إمتى تسحبه يا هو سيسحبه. فكان هذا صديق سوء بقي يقنع فيه يقنع فيه يقنع فيه لما وداه في داهية خلاص اقتنع. نعم سبحان الله. اسمعوا عن خبرة يا جماعة الخبير يعني في الصداقة وفي يعني اسمعوا عن خبرة بارك الله فيكم. فأقنعه قال أعطيك عهدا من الله أن سننقلب على محمد وأصحابه. هذا مصيبة. الآن المسلمين أعداؤهم من الأمام من الشمال من الخلف من بني قريظة منهم من المنافقين من يمينهم من شمال أعداء. مصيبة أيها الأحبة مصيبة مصيبة كبرى. فورد في ابن هشام أن يعني بني قريظة قامت بعمليات الحرب وكانت تخطط فكانت حصون المسلمين خالية من الرجال ما في إلا حسان بن ثابت وكان مريضا كلهم نساء وبنات وأولاد وشيوخ ما في رجال إلا واحد. مصيبة. فمر رجل يهودي على حصون المسلمين بدأت الخيانة خلاص يقتلون يصفون واحد واحد. أول ما بدأوا في النساء إذا سمع جيش المسلمين أن اليهود هجموا على النساء خلاص خسر المسلمين انهزموا. ليش؟ لأن كل واحد خايف على أهله على يعني الواحد إذا عرف أخته مثلا معرض للخطر يذهب يدافع عنها صح؟ هذا اللي حصل. فرأى يهودي أصبح يطوف حول حصون المسلمين فرأته صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها قالت يا حسان بن ثابت اذهب هذا رجل يهودي فاقتله إنه يعني من بني قريظة وقد خان ويريد بنا الضر. قال ما لي به بحاجة. وهنا قال بعض العلماء وبعض المفسرين والمؤرخين والله أعلم ليسوا بعلماء قالوا هذا من جبن حسان لكن الحقيقة أنه كان مريضا كان قالوا لعله كان مريضا. قال ليس لي به من حاجة. فأخذت هذه المرأة عامودا كبيرا من خشب وأخذت من ورائه هكذا وضربته ضربة حتى مات سبحان الله. فهذه كانت أول ضربة وأول نصر للمسلمين عن طريق امرأة وهي عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبت إلى حسان بن ثابت قالت له اذهب يا حسان بن ثابت فاسلبه لأنه كان في الحرب لما يقتل الإنسان يسلب من سلاحه ومن درعه ومن لباسه. قالت لولا أني امرأة لسلبته اذهب فاسلبه. فقال ليس لي بسلبه من حاجة. قالوا لعله كان مريضا وليس من جبنه لأن حسان بن ثابت كان شاعرا كان مقاتلا كان لا يخشى أحد يعني في شعره يضرب الصخر. كان مريض أو كان كبير بالسنة يعني في رواية أنه كان كبير بالسنة الله أعلم اللي قرأته أنه كان مريضا والله أعلم سأل الله يعني الله أعلم قد يكون كبيرا في السن الله أعلم. حتى لو كان كبير في السن بايت لبس أو لكن طاعن بالسن. أنا قرأت رواية أنه كان طاعن بالسن يعني لعله لم يستطيع يعني الله أعلم. فروى أحمد عن عبد الله ابن الزبير في إسناد قوي أنه كان عندما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بنو قريظة قد خانت العهد أرسل السعدين سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رئيس الأوس ورئيس الخزرج أرسل قال اذهبوا فتحققوا انطلقوا حتى تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم هم فعلا خانوا ولا هي يعني مجرد إشاعات فإن كان حقا فارجعوا إلي والحنوا لي لحنا لا تعلن لا تيجي يعني تصرخ خانتنا لا تعال أعطيني لغز كلمة سر وأنا أعرفها وإن كان الذي سمعناه إشاعة فأعلن وأخبر الجيش وما عليه. فقال وإن كان حقا فالحنوا لي لحن أعرفه ولا تفتوا في أعضاد الناس وإن كانوا على الوفاء فاجهروا به للناس. فلما ذهبوا وتحققوا وجدوه حقا فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة السر. إيش كلمة السر؟ قالوا له عضل وقارة. عضل وقارة هؤلاء القراء في مسألة الرجيع لما قتل 70 قاري
قالوا أيوه عضل وقرة، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها خيانة، خلاص وقعت الحرب. فكان لابد من تدبير عسكري وخطة عسكرية حازمة وفي تلك اللحظة، لكن مع ذلك أنهم قالوا كلمة سر، الأخبار انتشرت في جيش المسلمين، والآن المسلمين أصبحوا أكثر فرقة وأكثر حرقة. فأنزل الله تبارك وتعالى في القرآن، قال الله تبارك وتعالى: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. يا أخوان الله أعلم، ممكن إذا إحنا كنا عايشين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ممكن إن إحنا كنا كفار، لأنه هذا فعلا اختبار عظيم. لما وصل الأخبار قالوا القلوب وصلت الحناجر. عمرك أنت كنت خايف من شيء يا شباب؟ عمركم have you ever been so scared from something that you felt like literally your heart was right here into your throat? No, he said, no, I never. Yeah, right, okay. يعني من شدة الخوف ومن شدة القلق والتوتر their hearts felt like it was up to here. And they started having doubts about Allah subhanahu wa ta'ala. تظنون بالله الظنون. هنا في تلك اللحظة ابتلي المؤمنون. هذا الاختبار. اختبار. فماذا كانت نتيجة الاختبار؟ قال المنافقون: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. أخذ المنافقون يذهبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون له: يا رسول الله اسمح لي أخرج، اسمح لي أذهب، ما أريد أدافع عنك، ما أريد أوقف في الحدود، أولادي، بناتي، زوجتي، أهلي، بدي أروح أدافع، اسمح لي. قال رسول الله، الله تبارك وما ذلك إلا فراره، وما يريدون إلا فراره، هروب، هذا هروب، ابتلاء عظيم. فجاء النصر عن طريق رجل واحد اللي قلت لكم عن الأسبوع الماضي. هذا الرجل نعيم بن مسعود بن عامر الأشجعي رضي الله عنه، كان من غطفان، كان من جيش المشركين، فأسلم رجل واحد. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله إني قد أسلمت فاستعملني، أريد أن أقاتل معك، إيش أفعل، إيش أصنع، أنا منهم، منهم وفيهم، أعرف سرهم، أعرف أخبارهم ولي مكان. قال: ما أنت إلا رجل واحد، إيش تفعل، أنت واحد، اذهب خذل عنا ما استطعت، ايش ما استطعت خذل عنا، انما الحرب خدعة، الحرب للشاطر. هذا المثال بيقولوا عنا يعني صحتين على الشاطر، ان كنت شاطر صحتين، فانما الحرب خدعة، ان كنت شاطر خذل عنا ما استطعت. فذهب هذا الرجل الى بني قريظة وطرق له، قال: يا كعب بن الاشرف، انت تعلمون مكانتي عندكم، تعرفون أني أنا أريد الخير لكم؟ قالوا: نعم. ما جئت به يا نعيم؟ قال: قريش وغطفان من خارج المدينة، إن أتوا وغزوكم انتهزوا الفرصة ودمروا ما شاء ورجعوا إلى ديارهم، ثم أنتم بقيتم مع محمد وقد خنتوه وأدرتم ظهره إليه، هذه مصيبة. قالوا: أي والله مصيبة، وماذا تشير يا نعيم؟ قال: أنا أشير عليكم لا تقاتلوا مع هؤلاء حتى تطلبوا منهم رهائن، 40 أو 50 رجل من أشرافهم، يعني رجال. قالوا: قد أشرت، خلاص. فذهب هذا الرجل نعيم إلى غطفان وقريش وقبائل العرب، قال لهم: يا معشر قريش، يا معشر العرب، أنتم تعلمون أني أريد الخير لكم، أنا منكم وأنتم مني، وأريد أن أشير عليكم، ما بك يا نعيم؟ قال: يا معشر قريش والعرب، قال: إن بني قريظة قد تخذلوا وقد تراجعوا عن كلامهم وندموا على ما فعلوا. قال: إيش تقول، إيش ندموا، إيش ما الذي يريدونه؟
قالوا يريدون ما يريدون ما يقاتلون إلا أن يأخذوا منكم رهائن، فإذا أرادوا أن يأتوا ويأخذوا منكم رهائن قولوا لا. رهائن لتسلموا لمحمد. لتسلموا لمحمد. نعم. فقال لا تقاتلوا معهم حتى يعطيكم رهائن. فهذا في بني قريظة. ولما رجع قال ثم يريد إنهم يأخذون منكم رهائن يدفعونه إليه ثم يولونه عليكم. سيأخذ منكم الرهائن ويوالون محمد عليكم. قالوا والله ما فعل، والله خسروا. فانتظروا، الجيش الآن خارج المدينة والريح تضرب والجو قارس برد، وأرسل الله تبارك وتعالى ريحا قارصة وبرد وثلوج، والآن الجيش ما يعني ما معهم طعام، ما معهم نار، كل ما أشعلوا نارا تأتي الريح وتطفئها، أصبح وضع الجيش يعني صعب جدا. فأرسلوا إلى بني قريظة قالوا هلموا واخرجوا معنا حتى نقاتلهم، هلموا قوموا بنا حتى نقاتل محمدا وأصحابه، يعني تعبنا فأصابنا ما أصابنا. قالوا نريد منكم رهائن. وقع خلاص رجل واحد. فقالوا قال صدق نعيم ما جاء، والله ما تأخذون منا رجلا. وتخذل القوم وتخذلوا الفئتين هذا وهذا حتى بقيوا في عدة أيام، ثم رجعوا وانتهت غزوة الأحزاب دون قتال وبنصر للمسلمين وبصمود وصبر. ولكن الشاهد القاطع قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور، الحديث الذي ورد في صحيح البخاري، قال الآن نغزوهم ولا يغزونا. انتهى خلاص، لا يغزو ونحن، قال الآن نغزوهم ولا يغزونا، نحن نسير إليهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعطي للمسلمين يوما نقول فيه اليوم نغزوكم ولا تغزونا. قولوا أمين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعطي للمسلمين يوما نقول فيه نحن المسلمون نحن نسير إليكم. قولوا أمين. اللهم هذه غزوة الأحزاب. وأقول ما أسمعون، أستغفر الله لي ولكم، وترجم. I'm gonna translate for the English speakers.